1645 كان أول ظهور للقهوة بتركيا، وانتقلت لفينيسيا ومن بعدها لإنجلترا. تعتبر القهوة من أشهر المشروبات بالعالم، وما حدا بيختلف على أنه فنجان القهوة الصبح له تأثير كبير لاستقبال يوم حافل بالأعمال والنشاطات. لكن القهوة اللي بتشربها ببيتك بتختلف تماماً عن يلي بيشربها الناس بالسنغال أو فرنسا مثلاً، مما أصبح التقليد يشتهر فيه كل بلد. وهيدي مجموعة من أغرب طرق تقديم القهوة بالعالم. بالمغرب تضاف للقهوة مزيج من التوابل مثل بذور السمسم، الفلفل الأسود، جوزة الطيب مع حبوب البن، وتسمى بالقهوة العطرية. أما بفنلندا تقدم قطعة من جبن لابلاند مع فنجان القهوة وتعرف بقهوة لابلاند. وبإيطاليا تعرف القهوة باسم إسبريسو رومانو، وهي بتتكون من الحمضيات والليمون، بحيث بتوضع شريحة من الحامض بالفنجان لتعطي طعم خاص محبب. ومننتقل للأرجنتين، فتضاف رغوة الحليب المكثف لفنجان قهوة مركز وتعرف باسم قهوة لاغريما. وبإسبانيا قهوة البونبون، وهي قهوة إسبريسو مع الحليب المكثف. وبفيتنام قهوة بالبيض هي أغرب الأنواع والأكثر شعبية، فبيقدم الفنجان وعلى وجهه صفار البيض مع الحليب المجفف والسكر والقهوة السخنة. أما القهوة بالصين فهي خليط مع شاي وبعض التوابل، حيث يتم غلي 4 أكياس من الشاي الأسود والفلفل والحليب المبخر مع ملعقتين من القهوة. وبالسنغال تسمى قهوة توبا، وهي إضافة فلفل لحبوب القهوة أثناء تحميصها. وبتركيا تمتاز بإضافة العسل والثوم للقهوة، فالثوم والبن بيعطوا ريحة وطعم مميزة. أما القهوة العربية يلي بيتداولوها دول الخليج فبتم فيها غلي حبات الهال، وغالبا ما تقدم مرة وخفيفة. وبلبنان من المفضل إضافة الرغوة الناتجة من غليان المي والبن، ويضاف إلى السكر عند الحاجة.